بونجور ا توس شان السلام عليكم في هذا الفيديو رايحين نتعرف على خصائص النص التاريخي وكيفاش نعرفوه بلي نص تاريخي وكذلك على اهم الاسئله اللي يجيو في الباكالوريا دونك لهذا ننصحكم انكم تكملوا الفيديو الى النهايه فاولا لو تيكست هيستوريك او النص التاريخي كيف اعرف انه نص تاريخي دونك بارمي لي كاركتيرستيك كي كاركتيريز لو تيكست هيستوريك او الخصائص نتاعه هي اولا ان غولا دي في هيستوريك يعني يتكلم على احداث تاريخيه كذلك على دي بيرسوناج هيستوريك يعني شخصيات تاريخيه اي اوسي الكونتيان كونتيان دي دات يعني تواريخ يل كونتيان اوسي دي ليو يعني اماكن اي Euh, il contient aussi des données, des données pardon historiques, et informations différentes ou Donc, les avec détails et avec des exemples et aussi on les a euh, vus avec euh, des sujets de baccalauréat, euh, baccalauréat Sabika, en online li 2024 هذه الدورة, je vous مهمه ومفيده ورح تعاونكم بالبزاف رايحين نشوفوا من خلالها جميع مواضيع البكالوريا تاع السنوات السابقه في جميع الشعب رح نصحوهم نتعلموا كيفاش لي زاستيس بوغ ريبوندرو بوغ كومون كومون كومبروندر لو تيكست نتعلموا المصطلحات نشرحوا كل شيء نتعلموا الدروس تاع القواعد اللي نحتاجوها وحتى الدروس تاع المبتدئ اللي يسون فريمون يعني تري فابل في هذه اللغه دونك رايحين تتعلموا بزاف تاع الامور في هذه الدوره لهذا ننصحكم انكم تندموا لهاد الدوره concernant l'auteur donc l'auteur dans un texte d'histoire ou là dans un texte historique donc Il y a un historien, il y a un ok. Donc, euh, on a par exemple Mahfoud Kaddash, euh, Benjamin Stora ou la Pierre Vidal. Donc, on a plusieurs historiens, euh, euh, ok. On a aussi un écrivain, donc Lihua Katip. Donc, on a assez euh, d'écrivains. Le, le type de texte. Et on a aussi un journaliste, les wassahafis, par exemple, quand on trouve un nom d'un journal, par exemple, Le Soir, La Liberté, El Watan, etc.,

اسكو سي تموي ولا سي تنكيبان ولا سي ان رايحين نشوفوهم كذلك في الدوره تاع الفرنسيه دونك جميع هذه المعلومات وأكثر رايحين تعلموهم في دوره الفرنسيه اونلاين لهذا ننصحكم انكم تنضموا لهذه الدوره معنا نتمنى لكم النجاح والتوفيق والسلام عليكم